الثالث والعشرون من مايو 2018، يوم عصيب آخر مر على أرخبيل سقطرى وسكانه جراء الإعصار المداري ماكانو الذي ضرب الأرخبيل متسببا في رياح شديدة محملة بأمطار غزيرة اجتاحت أودية ومدن وقرى هذا الأرخبيل الواقع بين خليج عدن والمحيط الهندي. الحكومة صنفت أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة جراء ما لحق بها من أضرار بشرية ومادية على كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم والمواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال. الإعصار مر في الطرف الشرقي للأرخبيل متجها صوب سلطنة عمان ومحافظتي المهرة وحضرموت اللتين تأثرت بتداعياته. وسجل خبراء الإرصاد سرعة الإعصار بنحو 75 كيلومترا في الساعة، وهي أقل بكثير من سرعة إعصار تشابالا الذي ضرب الأرخبيل أواخر عام 2015. حتى هذه اللحظة لا تتوفر معلومات نهائية عن حجم الخسائر التي لحقت بالأرخبيل عدا المعلومات المتفرقة التي يتم الحصول عليها من الصفحة الشخصية للقيادات الحكومية التي تنتمي لهذا الأرخبيل وللناشطين من أبناء المحافظة. وبحسب آخر ما رشح من هذه المعلومات فقد أفيد بغرق سفينتين وفقدان 17 شخصا ووفاة آخرين، في حين تم إجلاء 200 أسرة إلى مرافق إيواء مؤقتة بالأرخبيل. وكانت فرق البحث والإنقاذ المتطوعة وعناصر من الشرطة والجيش قد انتشرت في سواحل حديب وموري بحثا عن الغارقين، في وقت أعلن فيه محافظ الأرخبيل أن الإمكانيات المتاحة في المحافظة غير قادرة على الوقوف أمام آثار إعصار مكانه. وناشد المحافظ الدول الشقيقة والصديقة وجميع الداعمين التدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإيواء والمساندة. الطريق الرابط بين مدينة حديبو ومنطقة موري حيث يوجد المطار الدولي في الأرخبيل تعرض للأضرار جراء تدفق السيول من سلسلة جبل عجهر المطلة على الساحل الشمالي للأرخبيل. محافظة أرخبيل سقطرى تحتاج وفقا للمراقبين إلى استعدادات استثنائية لمواجهة هذا الزائر الدوري الثقيل للأرخبيل بما يتفق والآثار التدميرية الهائلة التي تحدثها الأعاصير.